احتاج الى اصرار واحتاج الى تحدي. نحن امام ان نكون او لا نكون. هذا النظام يستهدفنا في وجودنا، يستهدفنا في ثقافتنا، يستهدفنا في عقائدنا. هذا النظام يشن حربا علينا. الان بات من المهم ان نعبر ونحشد كل الشباب الرجال والنساء والشيوخ في كل المناطق ليكونوا على استعداد الى المرحله القادمه. الاحتجاجات كما قلت سابقا يا اخوان، لا انكر هذا الموضوع، ربما الاحتجاجات يجب ان تشمل الجميع. يجب ان لا تقتصر على فئه عمريه وفئه اجتماعيه وفئه اقتصاديه معينه. نحن وهؤلاء الناس المتظاهرين يدافعون عن كرامتنا جميعا، التاجر منا والفقير، البنت منا والرجل، الاسلامي منهم واليساري، الشيعي منهم والسني. ولذلك يجب على كل الناس المشاركه في هذه الاحتجاجات بكل فئاتهم العمريه والاقتصاديه والثقافيه والاجتماعيه والسياسيه، ولا تقتصر هذه الاحتجاجات على فقط الشباب من بعض المناطق. قال ان ابقاء رموز المعارضه الى حد هذه اللحظه في السجن هو شبيه بانهم موجودين طيران. الان هو بعد صدور تحرير بسيوني، والذي بين ان هؤلاء الناس هم معتقلي راي، سجناء راي، ولا زال النظام يعني تاخذه العزه بالعلم ويخمع هؤلاء وهم يقبعون في السجن. هو يحاول ان يضعهم في السجن ويساوم فيما بعد من اجل اطلاق سراحه. ولكن نحن نقول لهذا النظام افرجت عنهم اليوم او افرجت عنهم بكره، نحن سوف نناضل ولن نهدأ للحظه حتى ان تطلق سراحهم جميعا ولن نساوم عليهم. اسال ربما علامة استفهام، ما هو عندهم مع الجماعه ديلين او الجماعه ديلار؟ نحن حقيقه كشخص كنبيل او كمركز وعالم لحقوق الانسان، نحن لا نتبنى رايا سياسيا ولا نتبنى قضيه اسقاط النظام او اصلاح النظام، نترك هذا للاخوه في الجمعيات السياسيه وفي الحركات السياسيه الذين هم في داخل السجن والذين هم في خارج السجن. نحن مع توافق كل القوى السياسيه وداعمين لتوافق كل القوى السياسيه، وسوف ندفع كل القوى السياسيه لان تلتقي وتجلس مع بعضها البعض، وسوف نناضل من اجل ذلك. نحن لا نؤيد الفرقه، لا نؤيد ان فصيل ينتقل او يعني يسيء الى فصيل اخر. هذا كلفنا كثيرا في الفتره الماضيه. نحن نحتاج ان نكون متضامنين اكثر من اي وقت مضى. استهدفنا جميعا، استهدف منا الشيوعي والاسلامي واليساري والحقي وشباب الوفاء وشباب الوفاق وشباب العمل الاسلامي، كلنا كنا هدفا. النظام لم يستثني هذا عن دار، تعامل معنا كلنا بنفس الاجرام. لهذا السبب نحن سوف نناضل، وانا اطالبكم الشباب، كثير منكم موجود وينشط على الانترنت، لا تندفعوا الى اي نقاشات فيها خلاف. لا تدفعوا، كونوا طرفا في توحيد، ولا تكونوا طرفا في الخلاف. المنامه هي عاصمه هذا الشعب وليست عاصمه النظام، وهي عنوان المرحله القادمه. نحن معكم ومع ان شاء الله الجمعيات السياسيه والحركات السياسيه وكل المؤسسات الحقوقيه، سوف نعمل جاهدين الى نقل كل الاحتجاجات الى المنامه. ونطالبكم بمسانده هذه الاحتجاجات، ونطالب اهالي المنامه ان يدفعوا ويساندوا ويفتحوا بيوتهم منذ الليله لكل الاحتجاجات. نحن يجب ان نؤثر على هذا النظام. النظام يريد من احتجاجاتنا ان تبقى داخل القرى، يريد من احتجاجاتنا ان تكون معزوله، وهذا ما يقوله وزير الداخليه قبل يومين في البرلمان، يقول احنا في شهر فبراير الموضوع انتهى، احنا لازم نلتزم، الموضوع ما انتهى.
اليوم في احتياجات مستمرين في احتياجات غصبا عنكم. اخواني واخواتي، يعني انا الان يعني اعذروني ربما لازم اروح انطلق الى المنام وانا في انتظاركم. انا اامل ان حال ما ينتهي هذا البرنامج ان تنطلقوا جميعا نساء ورجالا للمنامة. وطلب مني، طلب مني اخواني، انا لا اعلم ما يحصل غدا لي ولا عيني، لذلك اطالبكم ان لا تتنازلوا عن حقوقكم، لا تساوموا عن حقوقكم، حتى لو وضعوا كل قادتكم في السجن، حتى لو قدمنا ضحايا وقدمنا شهداء اكثر، لا تتنازلوا. نحن تنازلنا فيما فيه كفايه. النظام استعبدنا كثيرا، النظام لا زال النظام اليوم الذي يدخل البيوت ويسرق البيوت ويسبي النساء ويعذب الرجال ويهدم المساجد، ماذا كان يفعل هذا النظام قبل 50 سنة؟ إذا اليوم أمام هذا الدم الهائل والأجهزة الإعلام، نحن كنا سبب. يجب أن نقول، ربما أنا بيت من رجب بعد ليلة بوفي، أن قوينا هذا النظام يحكم بهذه الصورة، يظلم الناس. أنا أطالبكم، أنا لا أعلم حقيقة، أنا لا أعلم، ربما أعتقل وأختطف أختي يمشي ديمقراطي، ولكن طلبي وحيد، هذا كل الأعشاء الحمد لله، لا أخشى. لا تتنازلوا عن حقوقكم، لا تتنازلوا عن حقوقكم في التعبير وفي أن لا تعتقلوا وفي أن لا تعذبوا. أنا أطلبكم في المنامة وأريد أسمع الأبواب تن 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 تن. الشكر الجزيل الأستاذ نبيل رجب على هذه